مرة جديدة مع كوكب هوميديا في سبيستون غزة. طالعتنا وسائل الإعلام المجيدة بخبر مهم وعلى مستوى عالمي، يعني تناقلت كل وسائل الإعلام العالمية والمحلية والدولية والإقليمية والشرق أوسطية. خبر كان بيتكلم عن استقالة الأخ المناضل القائد المجاهد خالد أبو هلال أبو أدهم من قيادة حركة الأحرار الفلسطينية المجاهدة، هي حركته يعني، واعتزاله العمل السياسي. زمان انا يعني في شغله اساسيه، يعني انا عن جد اقسم بالله يعني بدون زي انا مش عارف كيف بدنا نقضي وقتنا، يعني عارف يعني بجانب انكم انتم خلق اصلا بتجيب الفقر، بس انت بتجيب الغنى لجيوبكم، لكن يعني عن جد اخباركم زي والله بتجيب فرفشه، يعني خمسه فرفشه علي الطرشاق انه خمسه فرفشه، يعني ما يعني مو ما مو نكبه، يعني موت وسمت بدل موت وفرفشه كويس. اعتزال ولك مبدأ يعني استقالة واعتزال مع بعض وبختين في نفس اليوم، وكاش فيه ايش فيه ايش فيه يا ابو الادهيم، مش هيك يا زلمة؟ يعني من لحركة الاحرار المجاهدة يا ابا خالد يا ابا ادهم من بعدك؟ من للثكالة؟ من للارامل؟ من للاقصى؟ من للقدس؟ من القضية الفلسطينية من بعدك؟ من؟ اثبت يا خالد ابن العاص، العاص على جوجل قصدي، اثبت أبا أدهم فإني لا أراك إلا موس كباس من أبو الثلاثة بعشرة شيكل تشتريهم متنازل على بلدية غزة من الساحة، متنازل على البلدية في سوق فراس المحلات على الشمال 13 شيكل. فإني لا أراك إلا موس كباس لو أشهرته في وجه نتنياهو وترجمت له الخبر بالعبري لفقع لفطس على القلب على ظهره من الضحك. بس هو شو يعني في اشي مهم، ولكن انت مين انت يا زلمه، مين انت يعني شو صنع وين انت، ماذا تمثل في هذا الكون، يعني انت شو قيمتك في مجرد ضرب التبانه، ايش بتسوي انت، ايش بتسوي شغل وين انت؟ قال لك استقاله واعتزال في نفس الوقت يا حبيبي. بعدين يعني انا كمان بتيجي في بالي شغله، هسا يعني باراك اوباما لما اعتزل الحياه السياسيه وتفرغ لكتابه مذكراته الرئاسيه 8 سنين، وكان قيادي سابق زيك في الحزب الديمقراطي الامريكي، هسا لو التقيته لا سمح الله بدي يكتبوا في الاخبار التقى باراك اوباما نظيره خالد ابو هلال، نظيره الله اكبر. اذا بتعرف يعني عن جد احدى اهم مميزات اللي بترشح الرئاسه المرشح الساقط انه بكتبوا جنب اسمه دائما في وسائل الاعلام بس يستضيفوه المرشح السابق، خلاص بضل لاخر العمر مرشح سابق حتى لو ما جابش الا صوته وصوت مرته وابصر مرته انتخبته، يعني بضل هو بس مرشح سابق. هذه التسميه. شوف انا تحليلي الشخصي انه في عندك 3 احتمالات اساسيه ادت فيك لهذا القرار. الاحتمال الاول ان اما انك انت عصيت على جوجل فما لقيتش اسمك فبالتالي حردت واستقلت، أو أنه قررت الاستقالة والاعتزال للتفرغ للعص على جوجل، أو أنه قررت الاستقالة والاعتزال للتفرغ للإكس إكس إل، الإكس إكس لارج قصدي، ما تفهمنيش غلط، باعتبارك الأمين العام لمحلات أبو هلال الأزياء الرجالية، وهذا هو طبيعي، هذا المجال الوحيد اللي أنت بتفهم فيه، الإكس إكس إل، هذا المجال بس اللي أنت بتفهمه. المشكلة مش 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 هنا، المشكلة قال خود النكتة الكبيرة، هسه هذا ولا شيء، خود النكتة الكبيرة، قال بقول لك المكتب السياسي للحركة أعلن رفضه لاستقالة الأخ أبو أدهم واجتماعه في وقت لاحق لبحث سبل ثنيه عن قراره والبحث عن بدائل أخرى. أخرى من هيك؟ وين كنت أقول لك أخرى من هيك؟ بعدين والله كبرت يا بي يا 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 صوص وصار لك مكتب سياسي، شو مكتب سياسي شو؟ يعني بس يعني بدي افهم شغله هسا، يعني بعدين جروب الواتس هذا اللي انتم عاملينه بتحطوا عليه اذكار الصباح والمساء والنكت اللي زائد 18 صار مكتب سياسي؟ كيف؟ بعدين اصلا الاستقاله صارت قبل العشاء بنص ساعه، وكان لحقتوا تجتمعوا، يعني بدي افهم انا يعني اجتمعتوا بعد العشاء ولا بعتوا على الواتس ولا هو عمل غادر المجموعه فانتم لحقتوا تشوفوا على الخاص ايش سوى؟ يقول لك مكتب سياسي ولك مكتب تاكسيات الكرمل في معسكر جباليا، واحنا شباب بوجه لهم تحيه، في سواقين وسيارات اكثر من كل حركتك كلها، اكثر من باص الفلوكس اللي فيه 4 ركاب بتعبوش وسواقين حماس، شو اللي مكتب سياسي يا زلمه بتعرضوا علينا انتوا؟ من وين انتوا الكائنات الطفيليه هذه اللي... ما هو شوف هذا ابرز ملامح الوضع السياسي الخراء الفلسطيني، هيو باص فلوكس مرخص كامين عام وحزب سياسي وبستلم ميزانيه وله ممول برا واجري طربق،
ولا وهو اكيد حرد احد اسباب الاستقاله. الاحتمال الرابع انه حرد، انه غزوه البوابات اللي في القدس ما حدش قال ان ابو هلال رجع عن الاقصى على الاقصى. هذه مشكله كمان انه ما حدش ذكر الزلمه يعني حقه ناقص. عباس اخذ، وهنيه اخذ، والسيسي اخذ، وسلمان اخذ، وانسى كلهم دخلوا شالوا البوابات ورجعوا الاقصى زي ما كان وحرروا الاقصى. فالاخ ابو خالد ابو هلال حردان من هذه الجزئيه، قال لك مكتب سياسي الاخره من هيك. هذا اشي كله على جنب، وانك تلاقي صحيجه لحركه الاحرار الفلسطينيه المجاهده الربانيه التي ستمضي في القافله التي تسير، وابو هلال الذي ينبح والناس اللي حواليه، انك تلاقي لهم صحيجه على الفيس. جمعني حوار انا والاخ، انا والشباب محمود جود عمرو ابو ندى وطن شبلاق والشباب، مع اثنين من او ثلاثه من الصحيجه، كان بيقول لك كل مزاودتكم لن تلغي تاريخ حركتنا المجاهده. احا احا بسوسو احا، ولك وين تاريخ حركتك المجاهد انت؟ ولك انت باصل فلوكس الوحيد في كل الفسائل الفلسطينيه الموجوده في عنا على الساحه، الفصيل الباصل الوحيد اللي مالوش ولا شهيد ولا اسير ولا جريح، وتاريخ النضالي ما شاء الله ابيض، تقدر تسافر على ايرز بكره، بكره تقدر تسافر على ايرز. شو تاريخك النضالي انت؟ عليك وعلى وعلى الاشكال اللي زيك كلها على مستوى العفن السياسي الفلسطيني اللي موجود عندنا، اللي خلى زي الفسفيس اللي زي اشكالكم يطلع لها صوت. عموما يا ابو الادهيم ردك الله وملنا بركه الا انت، واسحب استقالتك يا اخو روق، وصلي على النبي وكبرها بتكبر وصغرها بتصغر. تعرف شو هي؟ حذر بالله ما انت عارف؟ طب عص على جوجل، عص على جوجل عشان تعرف شو هي. زي عنا بالضبط.